سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. حندير معكم هاد الصبيحه الفطور، بالك نعطيكم تدبيره بالك مانيش عارفه. حندير معكم على بركه الله شطيطحه دند مثل المطاعم، طريقه جد سهله وتجيكم الوصفه بزاف بنينه. على بركه الله، عندي كميه من الدند، ضروري يكون الكويس البنات، فوالا كيما راكو تشوفوا. عندي زوج حبات طماطم سكرفشتها، عندي شويه حميصه، عندي مغرفه سمن ليس اجباري، مغرفه درسه. واش معناتها مغرفه درسه؟ درست الثوم مع فلفل دريس، عندي فلفل عكري، عندي مغرفه طماطيش لي زيبيس، عندي بيان سور الملح، الكركم، راس الحانوت، وكمون، مزيج بين الكمون والفلوية، وبيان سور الزيت. على بركة الله يلا نبداو خفيف ظريف. الاولى البنات نحكم الدند تاعي، راهو منقي ما فيه ولا عظمة، فوالا كيما راكو تشوفو. نقسمو البنات هكايا كمية بكمية، نبدا البنات نشلح فيه ونديرو ديدي، يعني مربعات، وكاين اللي يحب يديرو دي مورسو، لكن في المطاعم هكذا يجي. نقطع هكذا البنات دي مورسو شويه كبار كيما راكو تشوفو هكذايا، حتى نكمل الكميه ديالي. فوالا البنات انا قطعتهم دي مورسو هكا، شوفوا شويه كبار. الدند راهو رخيص شويه على الجد، الله المستعان. الوغ البنات باش ما يتفتتناش ما نديروش صغير بزاف. نحكم الطنجره تاعي البنات، طنجره ولا كوكوت مينوت ولا اي حاجه، ندير فيها مغرفه سمن قلت لكم ليس اجباري، وندير كميه من الزيت شويه برك، فوالا، ومباشره الى الفرن. فوالا نخلي السمن حتى يدوبلي، عاود بلي اسم البنات نبدا نحط لي موكسو تاعي تاع الدان كيما راكو تشوفو. فوالا نحطهم يتقلاو، عفوا هاد لاستيس البنات باش ما يطولناش في الطياب، فوالا ويجي بزاف بنين مثل المطاعم. هنا ندير الملح، فوالا نقلالي الدند لي مقصو تاع الدند ديالي البنات. هنا واش ندير؟ هنا ندير من دهنا ارمي زوج حبات طماطيش مسكرفجين، نزيد الحميصة، فوالا نزيد مغرفة درسة، درست راستو مع فلفل دريس، كمية من الكركم، كمية من راس الحانوت، الكحل، فلفل أسود. حندير شوية كمون البنات، حندير مزيج بين الكمون والكروية. فوالا حنزيد الكروية، نزيد فلفل عكري، نزيد ملعقه طماطم مصبر. نحاول نخلط جميع المكونات هكذايا، ملح. هاد شطيط حدان تجي بزاف بنينه وطريقه جد سهله. او تقلى الدند تاعي، شوفوا علاش قطعت لي مورسو كبار، باسكو الامبراتيك يزيدوا يصغروا. فوالا حندير كميه من الحشيش ولكم الاختيار. هكذا البنات المرق، المرق ما نديرش بزاف حتى يتغطى، سواء دجاج ولا لحم المرقه حتى يتغطى هذيك الكميه تاع الدجاج ولا الدان. نخلي هكذا البنات، فوالا شوفوا ديجا مازال ما طابش المرقه تاعو، راهي الله يبارك وهي تريح ما شاء الله. نغطيه البنات، هي دي بريفيرونس كان طنجره هكذا اللي تشد السخانه الداخل ديرو، سينو كوكوت ميت. نخلي هكذا البنات حتى يطيب لي، الله الله كي نسو طاب والحميصه طابت وتجمل لي، نطفي.
اي فوالا البنات خطبت لي شقيقه الدان تاعي فوالا زيت الجمر شويه ونتلاقاو في طبق اي فوالا نسقي معكم بسم الله. هذه هي شطيطحه داند ديالي، شوفوا كاش جات مجمر الله الله وبزاف بنينه وطريقه جد سهله. فوالا هذه هي شطيطحه داند تاعي البنات، ندير لها شويه حشيش اللي يحب الحشيش بيان سور بيان سور مع مرقد خدمته معكم. شوفوا كاش ولالي الله يبارك، راهو طابلي بزاف بنينه البنات. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا طري، شوفوا كاش جا طري. الحميصه ثاني طابت والمرقه كذلك راهي الله يبارك. البنات اللي عجبتكم الوصفه طريقه جد سهله مثل المطاعم، ديروا لايك وابوني في القناه وبكم استمر. البنات ما تنسوش تيك توك الانستغرام، يلا فعلوا الجرس. صحة فطوركم، شهية طيبة البنات. حبيت ندير تعقيب في الرفيس اللي درتو البارح، على بالي بلي عجبكم بزاف، لكن للأمانة حنا هنا في العاصمة نسموه الرفيس التونسي. الرفيس التونسي نسبة للمرأة واسمها تونس، يعني كل منطقة كل واحد كيفاش يسميه، ما كان لاه تبداو تقولوا منا من الشرق ولا من الجنوب ولا هكذا. حنا في العاصمة ملي خلقت نشفى لأمي الله يرحمها تقول رفيس تونسي، وتحية وتقدير لكل تقاليد 58 ولاية. مجرد تعقيب فقط باسكو شفت لي كومونتير كاين اللي يبدا يزيد يتنمر زيادة عن اللزوم. عذرا نولي الوصفة تاعي، شاهدكم بالجنة، سلام.